سلام، انا معاد احبوش. هذا الفيديو غيكون خاص بلابوات اميرفي، واحتمال الا تحطات لابوات اميرفي في الجهوي كنأكد لك ان في هذا الفيديو غضمن جوج نقاط اللي كتكون في السؤال الاول. الكاتب ديال لابوات اميرفي هو احمد الصفريوي، هذا السيد اللي كتشوفوا دابا قدامكم. احمد الصفريوي تزاد في مدينه فاس في 1915 وتوفى في 2004 من مدينه الرباط. بالنسبة للسؤال الأول غيكون مطلوب منك غير شي أسئلة صغار تجاوب عليها وتضمن جوج نقاط ديالك. غنبداو بنون دو لوتور، اسم الكاتب ديال لابوات أميرفي. بطبيعة الحال اسم الكاتب ديال لابوات أميرفي هو أحمد الصفريوي. ثاني سؤال، لو تيتغ دو لوفغ، السمية ديال الرواية اللي هي لابوات أميرفي. ثالث سؤال هو نوع النص، لو جونغ ليتيغيغ. نوع النص هو رواية السيرة الذاتية اللي هي بالفرنسي رومون اوتوبيوغرافيك. السؤال الرابع هو لو سياكل، يعني القرن اللي تكتبات فيه هذه الرواية. فكيف ما كنعرفوا لابواط ميرفي تكتبات في 1954، دونك القرن اللي تكتبات فيه هو القرن العشرين. السؤال الخامس هو لا دات دو لا بروميير بريزونطاسيون، يعني التقديم الاول للرواية. التقديم الاول للرواية كيف ما كنعرفوا، فاحمد الصفريوي بدا النشر في الرواية في 1954. السؤال السادس والاخر اللي ممكن يتحط لك هو دو زوفغ دو لوتور، يعني جوج الاعمال ديال الكاتب من غير لابواط اميرفي. جوج اعمال ديال الكاتب احمد الصفريوي كاين لو شابلي دومبر وكاين لا ميزون دو سيرفيتود.